هعمل لك شاي تاني يا بلال؟ لا ده انا بشربه دلع كده يعني. الظبط الظبط منك له ذاكر ذاكر. في ايه ياما في ايه؟ العيال بتنام على راحه وهي بتذاكر. ما هو من كتر جريهم في الحاره طول اليوم. هم دول بتوع مذاكره والمدارس، دول مش رافقين في اي حاجه. قوم يا واد قوم منك له يلا اتخندوا. ما عرفتش حاجه يا بلال. مكتمين على الخبر. طب بقول لك ايه، ما فيش حد كده نديله قرشين ويعرف لنا مين كان يوميها موجود في الكمين؟ يا خبر بفلوس بكره يرخص وهعرفه يعني هعرفه. ما خلاص يا بنتي بقى كفاياكي بقى. ما هو سهل عليك انت ياما سهل. مين قال انه سهل؟ بس هنعمل ايه؟ العمل عمل ربنا. تصبحوا على خير بقى. ما انت ايه؟ معلش عشان عندي مصلحه بكره. تصبحوا على خير. بقول لك ايه؟ مش هوصيك لو شميت اي خبر. قول يا رب. يا رب. وربنا معاك. يا رب. مالك يا اخويا فيك ايه؟ تعبان يا سناء مش قادر اروح. يا لهوي ده الواد لما جه قال لي عم فتحي تعبان قلبي وقع في رجلي قمت جيت لك جري. طب قوم اتسند عليا مش هتحس بحاجه. مش قادر يا سناء سكاكين بتقطع في ظهري. حول الله يا رب. انا على فكره موصيه الدكتور عطيه اول ما يجي له الدواء ده يبعت لنا شريط منه على طول. ايه بتاع الدكتور عطيه وسنين الدكتور عطيه؟ البرشام بيتباع في الروشيتا ب 10 جنيه وبيبيعوا للمدمنين ب 40 جنيه هيدوهولي. الله يقطع المدمنين وسنينهم. انا عارفه بس الحكومه سايباهم ليه؟ سايباه وسايبه امثاله. ما الدنيا عايصه والغلبان بيموت. معلش معلش قوم يا فتحي قوم بس استحمل قوم اتسند عليا. عفاية واحدة بس هتريحني. أنا ما نمتش من امبارح يا سناء. يلا يلا يا فتحي. معلش يا أخويا تسند عليا. يا رب. قفلنا يالا. زق عجلك. بدل ما اخرج 13. السلام عليكم، انا تمام يا دكتور عطيه. اهلا 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 اهلا. حتى بالمؤاخذة مولانا ما خدتش بالي والله. ولا يهمك. اتفضل مولانا. عايزين فضلك يا اخويا، انا لقيتك صليت العشاء ومشيت على طول، قلقت قلت انا اطمن لا يكون في حاجة. لا ابدا سلامتك يا سلام، انا كان عندي بس شوية جرد. ربنا يعينك، ما هو جرد الصيف اشد من برد الشتاء. حلوة. اتفضل يا مولانا اتفضل. الله يبارك لك يا دكتور عطيه. الحقيقة يا دكتور أنا قلت بالمرة أسألك في موضوع شاغلني كده شوية. خير؟ لا خير إن شاء الله. أنا سمعت عن برشام طلع في المقدر جديد موجود في السوق اليومين دول وشباب كتير بياخده، اسمه ترامو طلاوة. عاوز شريط ولا علبة؟ لا 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 عاوز إيه يا دكتور عطية؟ أنا عاوز أعرف هو البرشام ده بيعمل إيه بالظبط؟ ده مسكن بس سحر. طب لو هو مسكن وبس ليه نزل جدول واتمنع؟ اصل بعد عنك العيال الصيع بياخدوه يعملوا بيه دماغ، بس انا قطعه بقى من عندي. تشرب شاي ولا قهوه؟ لا لا كتر الف خيرك، العيال حاطين العشاء. طب حاجه ساعه؟ لا والله مش عايز حاجه خالص، انا عايز بس افهم البرشام ده ايه تاثيره؟ فيه ادمان؟ الله، اي حاجه كترتها تعمل ادمان حتى الشاي. لا حول ولا قوة إلا بالله يا رب. يعني هي الناس ناقصة؟ دي الناس ما بقتش دريانة. ده بعيد عنك يهرج جد كمان. يا ساتر يا رب، ربنا ينجينا. طيب أتكر على الله أنا بقى. أظن بقى ده يعني موضوع خطبة الجمعة الجاية، مش كده ولا إيه؟ يعني ربنا يسهل إن شاء الله. أكيد خلي الناس تتوعى. ما بلاش. بلاش للعيال الصيع دول يحطوك في دماغهم يلا السلامة يعني ولا حاجة كده، ما انت عارف. لا لا ما تخافش انا مش هجيب سيرتهم. طمن يا دكتور عطية انا فاهم كل حاجة. اطمن. طب اقعد خد الشاي بقى. ليتين بس يا رجالة. دي اللي جابك هنا. عاوزاك. انت هتستعبطي ولا ايه؟ شاف لي 50 جنيه. انت جاي تقلبيني ولا ايه؟ خلاص مش عايزه. ما جالي يا بت. انت عارف بس بستعبل.
جاي اشوفك يعني فيها حاجه دي. انت ايه ما بتزهقيش؟ تعالى توصل لنفسي كده. امسكي ادي 20 جنيه اهي. يلا روحي بقى، روحي ولمي نفسك. احبك يا شوقي لما تقولي لمي نفسك. حاضر هروح. هترجع امتى؟ انت مالك انت؟ انت مالك ارجع امتى؟ انت مجنونه يا بنت. امشي امشي روحي يلا. ماشي خلي بالك من نفسك. مش هخلي بالك، انا هولق في نفسي، هموت في نفسي هنا. يلا بنت بقى يلا امشي، ما تخنقنيش. بعد الشر عليك. يا بنت امشي امشي يلا امشي روحي يلا امشي. سلام يا رخي. يلا يا رجاله تاني. معلش انا بس كان يلا 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 يلا. ازيك يا عم مبارك؟ ازيك يا جمال؟ ابوك فين امال؟ لسه في الورشه. يبقى سلم لي عليه. حاضر. يلا قول له اولع لك النور اهو اداك السين. عصابه عصابه يا ولد. يا دي يا بيتا مالك مضلم الدنيا كده ليه؟ يلا بالراحه الدنيا ملبشه اهو. ليه؟ ايه؟ هو لسه نازل قدامي على الباب بيشخ فيها عشان القرف اللي مرمي على الارض ده. ومين دول عصابه؟ اللي انا جمال بيصفر الواد بيتا والتاني بيولع له النور عشان يدخل له. يلا سيبك منهم العيال دي شمال. شمال ولا يمين؟ احنا مالنا؟ جبت حجرين خبطتهم من جيب ابويا. يعني ايه ابوك بيغيب من بولبول؟ وبولبول ده حشيشته كلها مضروبه برشام. برشام برشام احنا مش لاقيين، راكب فيها يابا؟ رخم ومدلدل هات. امسك. ايه ده؟ دي البنت سميرة اجيبها؟ يعني ايه بقول لك ابويا مراقبني يعني ايه؟ طب خلاص هصرفها. الو. يا سوسو. معلش الدنيا اصلها معتمة اليومين دول. هكلمك انا حتة. سلام على مهلك. بقول لك ايه؟ غاية ماتش؟ تعالى للشيفشينك. خش على ميسي ده عمره ما يتنسي. يلا. طب ما تشرب الشاي. هشرب. طب انا هجيب النهارده الكمبيوتر. ما تجيب، حد عايشك؟ اطلع بكام الكمبيوتر ده؟ قصته مريح قوي. هاته. على الأقل يريحك من الفلوس اللي بترميها كلهم في النت. هاتوا ايه العالة؟ هجيب لك أنا أفضل. عصابة. استلم يا باشا. مالها دي؟ مصنفات. قدام المحاصيل. دي شوية شباب بستلزق بيها. وبعدين خلاص جت عليا أنا. ده انا بجري على تاني. بس يا بنت صلاح. يا باشا شوف لك سالفه في المحضر ده وانا داخل الحمام. ماشي ماشي يا باشا. خلاص انت يوسف روح انا خلاص المحضر. ماشي. اسمك ايه؟ منى عباس احمد. منى ايه؟ عباس احمد. معاك خطاب؟ ضايع بس معايا صورتها. البدل انت مفتحه كده يعني وشغاله في الشرايط المضروبه، ما لقيتيش غير المهندسين تروح تسرح فيها؟ ما تروحي اي منطقه شعبيه عشان ما حدش يشوفك. شعبيه مين يا باشا بس؟ مين هيدفع لي 10 جنيه في الشريط في المنطقه الشعبيه؟ ما هو لا مؤاخذه ما بيدفعوش غير في المهندسين او الزمالك. شكلك كده مش وش بهدله. هعمل لك محضر اساعدك فيه. اقعدي. تسلم يا باشا. هكتب لك محضر وان شاء الله رئيس المباحث يمشيكي من هنا، ما تروحيش النيابة. تسلم. قلت لي اسمك ايه؟ منى. منى ايه؟ منى عباس احمد. احمد قبل الشطار. بقول لك عبد الله
على 11 كده في نقله رد. صحصح معايا بره ولا جوه؟ بص هم دافعين للحي حق نقله وهم 5 نقلات. ايوه كده حركنا، خليها تفك. عايزك بقى ما تجيبش عمال معاك. ما مين اللي يرفع الرد؟ انا هبعت لك عيلين من عندي تدي لي النفر فيهم 20 جنيه في النقله. 20 جنيه كتير. حلو ما تطمعش. امتى بقى نطلع من عربيه الزباله دي ونشوف لنا حته عربيه اجره كده ندلعها وتدلعنا؟ هيحصل حلاوه، بس انت ركز معايا، الحي ده ياما طلع ناس للسما. ياما خد ناس على المجاري وعلى قدي. مين؟ حكومه. صباح. الو يا صبوحه. هي عبد الله الحان امي تعبانه قوي، معرفش انا مالها الكلب هيخلص. انا بيجيني في الو خلص يا رب. استحملي ياما. مش قادر يا بنت. روحي بتروحي يا بنت. حد الشر ياما عني. امي ياما البسي. مش قادر. امي البسي، عبد الله جاي هيودينا المستشفى. مش قادر اتحرك يا بنت. امي ياما اسم الله عليك. الحقيني يا بنت. احنا جوالك بس انت كنتي كويسه. مش عارفه يا اختي. تعالي ياما. مش قادر اقف يا بنت. الحقيني يا بنت اسنديني. ان شاء الله خير ياما، ان شاء الله خير. دكتور قال لي كده تعبان. ما صدقتوش. قومي ياما اسندي على قومي يا بنت. اسندي عليا ياما. اعمل لك حاجه تاكليها؟ مش نفس. قومي ياما. يا لهوي. طب البسي ياما. البسي. الحقيني. البسي ياما. ايه ده يا بنت؟ في الشبشب الاسود اتقطع مني ياما وانا داخله بالحمام. انا بتدخلي بالحمام هتوديني المستشفى بشبشب احمر يا بنت. معلش ياما. امري لله. استني سنيت احمر احمر. يلا يا بنت. البسي ياما. امري لله. يلا ياما. ولا قولي لي يا اختي عامل معاكي ايه؟ بيديكي مصروف؟ هي 10 جنيه يتيم وعايز يجي يلاقي المحمر والمشمر والطبيخ. قال يعني ما هوش عارف انها ما بتكفيش حاجه. طب وانت بتعملي ايه؟ هعمل ايه؟ اهو يوم فول بقوطه، يوم فول نابت، يوم عدس، يوم بصاره. اطبخي يا جاريه منين يا سيدي. والواد جمال عامل معاكي ايه؟ اهو عيل هعمل له ايه؟ بس عينه تتدب فيها رصاصه في الراحه وفي الجاي. هعمل ايه يا سناء؟ هروح فين؟ بس ايه ده؟ انت خلاص قلعت الاسود يا ست ساميه؟ لا لا يا اخويا، انا بس كنت بغسل، هقوم اغير وحاضر. ازيك يا سناء؟ نحمده. ايه توك ما افتكرت يا اختي؟ ساعة ابوك الله يرحمه يعني ما حدش شاف وشك. الدنيا تلاهي يا سعيد، وبعدين على الاقل انا بروح للتربه. اخس عليكي يا سناء، ليه ما بتقوليش نيجي معاك؟ يا اختي اللي عايز يروح ما بيستناش حد. استنى يا سعيد عايزاك. خير؟ اتفضلي اتكلمي، مفيش حد غريب. عايزين نشوف محامي ونعمل اعلان وراثه، ولا هنفضل نستنى كده كتير؟ اسمع كلامك يا صدقك، اشوف امورك استعجب. منين يا اختي بتروحي له التورب؟ ومنين انت حنينه قوي عليه وبتتكلمي في الميراث وابوك لسه الاربعين بتاعه ما عداش؟ الحزن في القلب وربنا عالم بالقلوب، لكن كمان على راي المثل ان كنت اخوات اتحاسبوا. حساب يوم الحساب يا اختي، انا مش هفتح بقي بكلمه الا بعد الاربعين حسب وصيه ابويا الله يرحمه. لهو كان ابوك قالك استنى الاربعين؟ قال لي. روحي اساليه. ماشي يا سيد، نستنى الاربعين، اهو مش بعيد، ولا انت مش واخد بالك؟ لا يا اختي واخد بالي، وحاسبها بالدقيقه والساعه والثانيه. اسم الله عليك، فوتوكوا بعافيه. الله يعافيكي. روحي اتغدي معانا يا سناء. يا اختي ما طلعتش من بوقي صاحب البيت. هعزمك في بيت ابوكي؟ انت اللي قلبك كله ثواب. ربنا عالم ما في القلوب. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا اختي. مع السلامه يا سناء. استغفر الله العظيم يا رب. مساء الخير يا امه. السلام عليكم يا اخوي، انت شايفني لابسه برنيطه؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا حاجه. يا سلام، التاريه يا اخويا التاريه. صفيه عامله ايه؟ بعيد عني جمه، الكلى بتاعتها مفشفشه. معلش يا اخويا عندها واحده تانية، بس انت قول لها تبطل اكل السوق. عملت ايه يا واد؟
ابطل المعاش؟ اه وكان معايا ما اعرفش راح فين. لا ده انت نهارك يبقى اسود. امال اسود يا رب. اهم اتفضلي يا اما. ايوه اتفضل. اسمع لو جرى له حاجه تاني البنطلون مش همد ايدي عليه. ايه ده يا واد؟ دول ناقصين 20 جنيه. ما انا جبت شويه عصير وانا عند مصباح في المستشفى. طب وانا مالي؟ مش نسايبك؟ ادفع انت. لما اقبض هديهم لك. مفيش مره يا واد تقبض لي المعاش وتجيبه سليم ابدا، لازم تعفرطه. يما دول 20 جنيه يا امي. 20 جنيه يا امي؟ طب يا اخويا ما دفعتهمش انت ليه؟ لازم تفنجر على حسابي. يا رب. هتدعي عليا يا واد. انا بقول يا رب، ما اقولش يا رب. ال 20 جنيه دول يكونوا عندي بكره. هيكونوا عندك بكره وفوقيهم بوسه. بوسه؟ لا انا كنت فاكراك هتقول لي فوقيهم 20 جنيه زيهم. انما اعمل ايه؟ كلمة الحق تقف في الزور. وادي البنطلون. سيبيني انام شوية بقى الله يكرمك. انام انام. هات الراديو ده يا واد. لا هات الراديو. اتفضلي الراديو. على مهلك. يا مولاي. ايه ياما في ايه ياما؟ لا مفيش. مادام مفيش بتحوم ليه حوالين المنطقه؟ ما قلت لك مفيش حاجه يا خفيف. انت عبيط يالا، ما تنطع انت منين؟ جرى ايه يا بلال؟ جرى ايه؟ الباشا البلوكامين الجديد بتاع القاسم. ها؟ ده مؤاخذه يا باشا. اتفضل. اتفضل يا باشا اتفضل. اتفضل يا باشا اتفضل اتفضل. يا ساتر. اتفضل. نماذج. هقوم اعمل لك شاي. لا شاي ولا حاجة. الواحد نفسه مقطوع طول النهار من الشاي. طب انزل اجيب لك حاجة ساقعة. لا ساقعة ولا سخنة. اقعدي معايا شوية. معلش بقى البيت مش قد المقام. لا ده حلو قوي. دي صورة ابوي. الحكومة اعتلته. ده حد من عندكم الاسم. ربنا ما يكسبه يا رب. اتفضل اتفضل اتفضل. معلش بقى تعبتك في المراقبة. وانت عرفت اللي انا كنت براقبك ازاي؟ ما هو الباشا رئيس المباحث لما قال امشي انا بصراحه ما صدقتش. وانا ماشيه كده كنت حاسه ان في حد ماشي ورايا. لا ما حصلش كده. هو مش شاكي وخلاص. امك دي؟ اه دي امي واخواتي الاثنين. ابويا سابنا بقى الله يرحمه نقعد في الدنيا. مين معاكي يا منى؟ ده صلاح باشا ياما. هو اللي خرجني من القسم. وجي ورايا عشان يطمن عليا. اه على فكره سعاده البيه وشرف النبي بنت بتشتغل بشرفها وملهاش في الشمال. معاك موبايل؟ ساعات ولما بتزنق ببيع. طب امسكي الكارت بتاعي فيه كل الارقام بتاعتي. لو احتجت حاجه كلميني. ده انا حدوشك. ايه يا بيه؟ ايه يا بيه؟ مالكيش دعوه انت. لا مفيش داعي يا بيه. حاجه بسيطه اللي قال. امسكي. كتر خيرك. السلام عليكم. حاجتك يا بيه. لا مؤاخذه. السلام عليكم. شرفت. تسلم خطويك يا بيه. شرفت ونورت الحته. خلصنا يا كابتن بقى. ما كلتش الجارده ليه؟ يا عم الصبر، الصبره دي اللي بكلمها اهو الصبر. يا لهوي يا مصاكي. اهدى اهدى انت. اهدى يا عم اهدى. ايوه يا سامي ازيك؟ انت فين يا عم؟ يا عم انا قاعد مقدر الناس هنا، ما تنجز بقى.
طب اديني واقف مستنيك اهو. يلا سلام. ايه اللي جابك هنا؟ قلت لي اقعدي في البيت قعدتي من ساعتها لا بترد على تليفوناتك ولا سائل فيا. يا بنت هو انت مراتي؟ مالك في ايه؟ وبعدين ايه؟ انت قافش عليا زله. يعني كلامك اتغير يا شوقي. ايه اللي اتغير؟ هو انا كنت وعدك بالجواز ولا كان في ما بيننا مصلحه؟ افهمي افهمي انا زي اي حد في الحاره هنا، عايز ماشيك يبقى تمام، عايزك تمشي عدل، وانا مش هقول لك الكلام ده تاني. وانا مش هتغير يا شوقي. خلاص ولع الجاز. ماشي يا شوقي ماشي. ايه يا عم روميو؟ كلام الشوق. انت فين يا عم؟ معلش المصلوب بس انت عارف. طب يلا 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 بس استنى بس انت واخدنا على فين؟ هاخدك على فين يعني؟ على فرح. والعود بقى يعمل ايه في الفرح ان شاء الله؟ يا عم العريس عايز يسمع عود، انت مالك انت مالكش فيه. يلا يلا, يلا يا عم خلاص طبعا. طيب يلا يلا يا رجاله. السلام عليكم. تعالى اتفضل. السلام عليكم يا رجاله. السلام ورحمه الله. يا وشو البنت تاني دي قفشاك عايزه منك ايه؟ قلت انا صاحبك هي بترازيني وخلاص. ايه ده بس انها ما تروحش تقول لابويا حاجه. يا عم انا ماليش لازمه في الفرقه دي. ما انا قايل لك العريس عايز يسمع عود. يا اخي هو دماغه كده يا عم سمسم من ساعه ما عمل اللحن الجديد اللي محدش سمعه وهو معرضه علينا. يا عم من الركو ده من ساعتها ما عملتش لحن تاني. ورحمه امي ما انت عامل اي حاجه في حياتك. ماشي يا عم الموسيقى. يا بنت تعويره ماشيه رايحه فين دلوقتي؟ يا بنت اركبي علاجك معانا. ده تروح تدي لهم. عشان ناوي تستن بيها ايه مش جايه؟ دول تروح تفتح بيهم وشك. يا بنت اركبي حاجه تخف من الشارع مش هتلاقي الزبائن دلوقتي. ايوه هو ده الكلام الجامد قوي. دماغها عاليه قوي. بتضرب ايه؟ اي حاجه وكل حاجه. حلو الموبايل ده. اتفضلي. قولي بقى هتدفع كام؟ اللي انت عايزاه. 200 جنيه. ليه بس كده؟ خلاص 100 بس هي ساعة واحدة بس. انا هاخدك البيت ونطلع بعض بقى، انا قاعد لوحدي يا بنت. انت هتتجوزني ولا ايه؟ يوه. انا نشاطي سيارات. وانزل قبل أي لجنة، هو ده نظامي. هتيجي ولا مش هتيجي؟ قلت لك أنا بنتي ناس. وما بركبش غير عربيات، مش عاجبك نزلني. لو واضح انك بنت ناس فعلا. ويلا بقى اتكلي على الله. يلا في داهية. الله مش موزة ركبت معاك العربية وطرتها لك. هات 20 جنيه بقى. 20 جنيه ايه؟ يلا يا بنت اتكلي على الله. الله انا عرضت نفسي للخطر، بقول لك هات 20 جنيه. 20 جنيه؟ اه. يلا يا بنت اتكلي على الله لا اكسر لك دماغي. يلا يلا غوري. ماشي. بقى عرف يا بنت الحرامية. فين الموبايل يا بنت الكلب؟ ها انا فين حقي؟ فين الموبايل؟ قومي بقى قولي. ها فين الموبايل؟ فاكراني سايح ولا ايه؟ ها ها اما مالك يا بنت مدهوله في راسك كده ليه؟ انت مالك خليكوا في اللي انتوا تشربوه. طب ما تيجي يا بنت تعالي تاخدي لك نفسين يمكن تنسي الواوا. هات يا نغم هات يا نغم نزال قرعه مد بره البنت دي. معصوفة الرقبه دي؟ اه. مش هنخلص بقى من الوابور ده صيف شتا جبتوا لنا الرب. يا ريت يجي لك وياخد عمرك. يا ريت. خلي البيت ينضف. بيت؟ هو فين البيت ده؟ انت بتسمي الخرابه دي بيت؟ روح يا اخويا اطلع شوف البيوت عامله ازاي والناس شكلها ايه؟ ربنا عماني عشان ما اشوفش خلقتك. اه بالي يا رب. ما تكتمي يا بنت وما تعليش صوتك. مالك؟ روح يا اختي شوف مين اللي بطحك على راسك. اهو من لفك وبرمك في الشوارع طول الليل. قعديني وانا اقعد. اصرفوا عليا زي بقيه الناس.
توبي على اللي انت فيه واحنا نصرف عليكي ونستتك. هتوب من بكره بقى، هقعد في البيت بس عايز اكل واشرب والبس زي ما انت في الحار. لما نشوف بقى يا ريت ان شاء الله حتى انزل اخدم في البيوت، المهم تقعدي. طب والله يطلع الصبح والكلام ما يبقاش زبده. هي فين؟ هي فين بنت الكلب دي؟ اقعد يا اخويا ما توسخش ايدك، اقعد. افتح يا واد، انت مش سامع؟ السلام عليكم. عليكم السلام يا حضرتك. يا دكتور صوف صلاح باشا، وايه لازمته ده كله؟ حاجه بسيطه عشان العيال. انت يا واد ليهم، والله انتوا ما تربيتوش ليهم العيال. احمد الله، اتفضل. يا اهلا وسهلا، اعمل لك كوبايتين شاي. حاضر يا حبيبتي. كده يا منى. ده عشان انا؟ وليه تكلف نفسك كده يا باشا؟ ما بلاش يا باشا دي، قولي يا صلاح. يا لهوي، اقول لك صلاح عاف كده يعني؟ اديك قلتيها اهو، شك الدبوس. نزلت الشغل النهارده ولا ايه؟ اه نزلت وبعت 10 شرايط. وشك حلو عليا. تكسبي كام يعني من الشغلانه دي؟ يعني 15 ساعات 20 يعني حسب رزقي. لو جبت لك شغلانه بنفس المبلغ ده تشتغلي؟ يا ريت يا ريت يا سعاده الباشا، يا ريت على الاقل تتلم من الشوارع. بس انا يا دوب بفك الخط، ولا معايا شهاده ولا صنعه. الشغلانه دي مش محتاجه الكلام ده، هتشتغلي في مشغل، واحلى ما فيه ان كله حريم. خلاص يا بت، اسمعي كلام سعاده الباشا. اتفضل. صلاح، صلاح يا امي، خلي البساط احمدي. امي روحي انت يا خالتي، خلاص بقى كويسه. وادي معقوله يا بنتي اسيبها وامشي؟ روحي انت يا بنتي، تعبانه من امبارح. اروح فين بس؟ المايه يا اختي المتلوثه هي السبب. ده انا لما باجي اشرب بشم ريحه مجاري. وامك دي ايه، عبيطه تسيب نفسها لحد ما توصل لكده؟ ما يا خالتي ياما قلت لها حللي ما سمعتش كلامي. صباح. انا جبت لك العصير والجبن، ها، وجبت لك انت جبنه مثلثات اللي بتحبيه. تسلم يا عبد الله، روح انت عشان شغلك. طب مش عايزه فلوس؟ لا ربنا يخليك معايا يا بنت. معايا والله. انا مش عايزك تقلقي، الدكتور طمني وقال لي ان شاء الله هتبقى كويسه. باذن الله هتبقى كويسه يا رب. يا عبد الله ان شاء الله هتبقى كويسه. طيب انا هفضل عليك بكره الصبح، ها، بقول لك يا صباح خدي كارت التليفون ده خليه معاكي عشان نتكلم بالليل يعني. حبيبي عبد الله، فاكر ان تليفوني ما فيهوش شحن؟ طبعا يا بنت فاكر، انا النهارده مسؤوله مني في كل حاجه. خلاص خلاص، بقول لك يا صباح. ما فيش حاجه، انا قطايه صغيره بس. انت رايق. مش يلا يا اخويا، يلا يا اخويا، انت هو وقلعوا يلا عشان تستحموا. لا ياما. الله يا واد، انت نتنت. يلا خلصوا. ما ترد يا بنتي. طب يكلمني بعدين. الله، انت طلعت الهباب ده تاني ليه؟ مش احنا خلاص قلنا هنبطل؟ يلا، هو انا هتجري فيه؟ دول تلات حتت فضلوا من زيزو الله يرحمه، هبقى ابيعهم واتصدق على روحي. إذا كان كده ماشي. كفاية منى بقى يا حبيبتي، اللي جرالنا مش ناقصين. الراجل هيجي لي بالليل ياخد البضاعة ويسلمني فلوس، يبقى كده خلصنا. أيوة صلاح باشا. لا معلش، اصل كنت حاطاه صامت فما شفتوش. لا رحت المشغل. ناس زي الفل. انت بتكتبها على الراجل كده ليه؟ يا صلاح باشا. لا ما اتكلمتش في فلوس. ما تقلقيش، الراجل صاحب المصنع ده صاحبي وانا موصي عليك. لا ده انا شايلاك للعوزه التقيله. خلاص ابقى اكلمك واشوفك قريب.
يلا بالسلامة. بالسلامة. انت بتضحك على الراجل ليه؟ ما تقولي لي انك ما روحتيش. مشغل ايه وهباب ايه اللي انت بتتكلمي عليه؟ هيعملوا لي ايه ال 300 ولا ال 200 ملطوش اللي انا هاخدهم؟ احسن من لفك في الشوارع طول الليل بالشرايط. لا اللف احسن. افرض يا حبيبتي راح المشغل وسال عليك وعرف انك ما بتروحيش. ما يسال علي، انا حر. يا بنتي حرام عليك، ده راجل باين عليه ابن حلال وشكله كده مقبل. مقبل على نفسه مش علي. روحي حمل عيال احسن، ريحتهم طلع. اعملي اللي انت عايزاه. اعملي. ايه موظف الحي موجود في الحاره، لو شفنا مع بعض هيقولوا بيعملوا الشغل اخلص. طب على غيب بسرعه انت قولوا خلص. بكره هتستلم 500 لمبه هتسلمهم لقسم التركيبات، دول هركبوا في رمض الحي كله وانا مش في الورديه. الراجل جاي يقول لي هنبيع كام وهنركب كام. هنركب 150 ونبيع الباقي. اهو كده شغلني. ارشم حياتي. سلام عليكم حبيب قلبي. ايوه امر. مع السلامه. سلام عليكم. سلامه. ورنيلي استني قبل. باشا قد امبارح كنت بتقولي يا صلاة، النهارده بقيت باشا. الحاجات دي مش بتاعتي، دي بتاعت الواد اللي جاي. يا بجاحتك يا بنت، ده انا ماسكك تلبس قدامي. قدامك فين بس؟ اديني فرصة. والله العظيم ما عملت حاجة. استنى بس اسمعك. انا مش مسجلة هتضيع. ابص ابص ايدك، ابص ايدك هتضيع. انت مش عايزة تسجلي. هتضيع. انت عايزة يدق على وشك مسجلة. تضحك عليا قلت لي كنت في الشغل قدامي يا بنت. اسمعني بس. اسمعك ايه؟ اسمعني بس. انت ضيعت. هتضيعني والله العظيم غصب عني. ده انت ضيعت فرصة عمرك. بتسمعي يا بنت؟ انا كنت عاملك بني ادمة. تضحك علي انا؟ بتبيع مخدرات؟ ده انا بديكي فلوس من جيبي. والله العظيم ما كنت بعيها. دي شوية شغل فاتهم يا ابويا. قلت اخلص منهم والله العظيم ما بتاجر فيهم، والله العظيم ما بتاجر فيهم. بتجيب المسكنة دي منين يا بنت؟ بتجيبها منين؟ ده للكلب عمره ما يتعبر. صحيح الوسخ وسخ. عملت كده ليه؟ عملت كده في ايه؟ انت فاكرني يعني هصدق ان واحدة زيي تحب واحد زيك؟ ده انا ورايكم عيال. ولا تكونش فاكر ان الخاتم ابو 500 جنيه هو اللي هيخليني افكر فيك واسمع اغاني حب. اصحى يا باشا اصحى. انا بفكر في اخواتي هياكلوا بكره ايه. خد الخاتم بتاعك، خده واديني على الاسم. بس يا بت الخاتم ده احسن من عيني. بوريني بقى شوف امك واخواتك ازاي قدام على الاسم. قدام يا رحم. يوسف عصام بيه موجود؟ طلع مع مراية. خد البت ترميها في الحجز. هتشقطوني لبعض ما تعمل المخدر ونخرج. كان بيه ترميها في الحجز. يلا يا بيت. يلا. اهلان ازيك يا ابو صباح؟ الحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا حبيبي. اه كويسه دلوقتي؟ نبي تعبانه ابو كريم، تعبانه قوي. طب تعالي تعالي اقعد ارتاح. لا لا مش عايزه كرسي. طيب تعالي. عنك شد حيلك امال. الامر لله من قبل من بعد اخويا. اه كده تعباني. سايباني في حالي. هي سايبه مين يعني؟ الناس كلها تعبانه. الميه يا ابو صباح هي سبب البلاوي اللي احنا فيها دي كلها. اعمل لك شاي؟ لا لا ما هو ميه برضو. اه بس على الاقل ميه مغليه. بقول لك ايه؟ نعم. هو في موضوع كده كل ما ادى اكلمك فيه يطلع لي ميت عفريت يسهى عليا. تحت امرك يا اختي قول. انت دريت طبعا بالجمعيه اللي كنت عاملاها مع منصور ابو سعيد. اه الله يرحمه دريت. بس اجيب لك من الاخر، سعيد مش هيدفع. والعلى مش هيدفع ان ايه؟ ده الدين على ابوه لازم يدفع. ده الراجل يتقلى في النار. حرام عليك كده. أعوذ بالله. بينام ازاي ده؟ اه بينام وبرتاح. استغفر الله العظيم. طب برضه النبي كلمه ابو كريم
ما انت عارفه انا بجهز البيت وحياه النعمه، وحياه النعمه دي على عيني يا رب. والله العظيم ما عارفه اجهزها ازاي بعد الجمعيه ما راح. والله العظيم ليك صاحبك على عيبه، وانا عارف عيبه، بيموت في القرش ومستعد يعمل اي حاجه عشان القرش. اي حاجه انا اقول للحوايا من وراك يا اخويا. الناس ما بقتش تخاف ربنا. ده يا اخويا ده ايدك يا الله. تعمل اي حاجه، ايه اي حاجه، انا هتغضب ربنا والسلام. معلش انا هكلمه، بس انا عارف ان انا بنفخ في قربه مقطوعه. معلش عندك حق، بس اكلمه برضه. امري الى الله، امري الى الله يا اخويا. ما تقلقيش يا ام صبا، هكلمه. انا بيب. وبعدين مفيش ولا واحد اشترى انبوبه، مع ان انابيب الحاره كلها خلصانه. طب ما نبيع ب10 جنيه. انت عبيط يلا، هدي لك في وشك اخنفك. يا جدع ايه هذا الشمدول انت؟ هو مصلحه يابا في السريع، بنبيع انابيب. والله فكرتني، الانبوبه خلصانه بقالها اسبوع في البيت، يبقى قدامنا واحده. حاضر يابا، هودي لك واحده البيت. ولا اقول لك ودي كمان واحد عشان السبت كمان فاضيه. كفايه واحده يابا، دي ب20 جنيه. مستخسر في ابوك يا ابن الكلب. 20 جنيه يا ابن الكلب، انت لعبة كلمتك ونسوان تبوقلك يا ابن الكلب. حاضر يابا، هودي لك اتنين. الله، انا بقول لك ايه تاو، اصل احنا ما بعناش ولا انبوبه لحد دلوقتي، الدنيا واقفه. عشان بهايم في حد يبيع سوق سودا بعاره سودا، الناس مش لاقيه تاكل. هتاخد الانبوبه ب20 جنيه؟ بيولعوا بابور الجاز احسن، ولا انتوا ما تعرفوش بابور الجاز يا اخويا؟ انت وهو اللي عايز يبيع حاجه زي دي يروح منطقه راقيه يا بيبي. انت وهو انبوبتين دولت عندك يا يلا يا ابن هتبيعهم على طول. اوعى يا قلب ما توديش الانبوبتين البيت. هوديهم يا اوعى تنسى الانبوبتين. مش هنسى، خلاص بقى يابا. يابا السلام عليكم يا الله يخليك. يو مالك يا فتحي؟ مليش. امال بتشرب سجاير ليه كده وانت ما غيرتش ريق؟ عمي ما تغير. طب قوم يا اخويا قوم، انا جايبه عيش من الفرن وفول سخن، هدخل اعمله لكم، بس انت انده العيال. يلا بقى وانده العيال، يلا 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 منك روح خش جوه. روحوا اقعدوا على الطبليه عشان ناكل. هو انت شفت سعيد النهارده يا فتحي؟ شفت. عشان كده قال لك حاجه؟ يلا بقى خلص الاكل، تعالى كده يا ابني اقعد اقعد. جالك هنا ولا قابلته بره؟ تبشري سجاير من عند ثابت، لقيته في وشي زي عزرائيل. قال لك حاجة؟ هيقول ايه؟ هو ده بيجي من وراه خير؟ طب امال مالك؟ شايل التين فوق دماغك ليه؟ ما نستنى نشوف اخرتها ايه معاه؟ مش يمكن ربنا يحنن قلبه علينا؟ يحنن قلبه علينا؟ هو ليه قلب عشان ربنا يحننه؟ طب بس يا فتحي، العيال دي لسانها طويل. بقول لك انت وهو، اشوفكم بتلعبوا قدام ورشة خالكوا سعيد، هقطع رجليكم انتوا الاثنين. انا ما بعرفش انك يابا. خلاص بقى يا فتحي، كل يا دنيا كل، تعالى يا احمد اما اكلك، تعالى جنبي. تفتكر طلعتنا في ايه؟ طمني، ده ما يديش من وراه خير ابدا. الله يرحمك يابا، كان ضحك عليها قبل ما يموت ومفهمه انه واخدنا تحت جناحه. انت اللي غلطانه، كل ما يسالك اخوك سعيد عامل ايه معاكم زي الفل يابا. الله يا فتحي، كنت عايزني اقول للراجل ايه؟ الراجل راقد في فرشته وبيلقف النفس بالعافيه، اموته بحسرته بقى واعيش بذنبه طول العمر، اهو كدبت بقى وخلاص. خلاص كل يا مر انت وعيالك. خلاص بقى يا اخويا ما تقطمنيش والنبي. وبعدين مهما نحاول يضحك علينا، احنا برضو عندنا الورشه والبيت، هيطلع علينا منهم قرشين حلوين نعمل بيهم مصلحه. كل كل يا فتحي. قرشين حلوين؟ هي لحدها بتحدف كتاكيت. ده اشاره. ايه الاخبار عندك يا ريس؟ صباح الخير يا باشا. وانا يا يسر. عاوزين نودي الاكل ده لمنى عباس، هي محجوزه هنا، ما بعتهولها ولا
امشي منين؟ ليه يا باشا؟ وانا اجيب لها ايه؟ ما اجيب لها اكل. انت هتطول لسانك؟ خد فتش الاكل ده. اتكل على الله. ولا؟ يا باشا. انت تعرفها منين؟ من حارتها يا باشا. حضرتك شفتني قبل كده. اتكل على الله. حاضر. هو انت مش دخلت لها الاكل اللي انا جبت لها الصبح؟ لما عرفت ان انت اللي بعته ما رضيتش تاكل. طب دخل لها الاكل اللي امها بعتها. اه منى عباس. ايوه. امك بعتها لك الاكل ده؟ تعالي يا بنت انتي وهي، ده اكل بيتي. جمك طلعت مره قوره قوي يا بنت في الطبيخ. بتمر مره يشطح بوزك. ايه مره دي؟ لما امي انا تبقى مره، امال امك انتي تبقى ايه؟ امال اختي هي مش مره ولا ايه؟ امال انتي يا بنت الادم، هو لازم تبقى في السجن؟ لا يا حبيبتي انا قلت الادب جوه السجن وبره. يعني انا قلت الادب على روحي. ما تشطفها امي. انت يا بنت ما انت مني يا بنت. ما تشطفها. يا نهار كسكت. ما تشطفها يا ولاد. يا ولاد انا في نفسك يا بنت. وانت اللي تشطف. هوريك. لا بقى يا بنت هي في حاجه احنا ولا فاهم. وحياة امي لو وريك ما تحترم نفسك. توري مين يا مرة؟ بس يا مرة. حاضر يا بنت. من مطلع انت هتروحي على النبا والنبا على السجن. احسن ما اشوفش الاشكال الواسخه دي. احنا برضه اشكال واسخه. مش هقول لك اسكتي يا مره ولا امسح بكرامتك الارض. تحت عبرك يا بيه. حاضر حاضر يا بيه. يوسف كلبش البنت دي ورميها في الطرق. يلا فهمت. ما تحطش السجن على مره. كل واحد تقعد مكانك. اسمع صوتي الحبس. اقفل يا ايه؟ ركبت كام؟ 80. بص هتاخد الكرتونه دي كم مره لحد ما نبيع؟ ها الواد عادل هيفتح محل موبايلات. ها الواد اللي في اخر الحاره ده ويعمل شويه مزيكا على دي جي وواقف على تصريح. قلت له كام؟ قلت له 200. ماشي التصريح هيكون عندك بكره اول ما تقفش تتحاسب. ماشي يلا يا ابني بطل لكاعه. يا باشا الدوايه بس بايظه. الدوايه بايظه؟ هاتها هاتها تتحط جنب اخواتها. كله على الله. اوبا علاوته. ايه يا بنت تاني؟ ليه معورك كده يا بنت؟ ها؟ انت ايه ما بتريحيش؟ اخلع من نفوخي يا عبد الله انا مش ناقصاه. طب بقول لك ايه؟ مفيش حاجه لينا كده؟ حاجه زي ايه يا اخويا؟ يعني حاجه ملوثه تعمل خيال في الدماغ. قوي قوي في دم في ايدي تاخد؟ لا وعلى ايه؟ قولي لي يا بنت مين اللي عمل فيك كده وانا اكسرهولك. لا شقي وتعملها. امال ليه ما باخدش منك غير حوارات؟ ما فيهاش غير حوارات هنعمل ايه؟ ايه الحوارات؟ يا عم الشقي مين دي؟ دي الدفشة؟ دفشة مين يا عم؟ دي بنت بايعة نفسها. سيبك منها خلينا في شغلنا. هات الكرتونة. يا ست ام منى. ست ام منى. يا ام منى. ايوه يا استاذ تمام اتفضل اخوي. تزيد فضلك يا ستي بس لو تقدري تنزلي انت يبقى كتر الف خيرك. اتفضل يا استاذ احنا مش قد المقام ولا ايه؟ لا يا ستي قد المقام ونص. حاضر طالب. اتفضل. اهلا وسهلا يا استاذ تمام اتفضل. يا ساتر. بسم الله الرحمن الرحيم. بيت بيتك يا استاذ. اهلا وسهلا. تسلم لكل راضي. ما شاء الله. عيش ربنا يبارك. ربنا يكرمكم ويزيدكم. يا رب يبارك لك يا رب يديك الصحه. الله يخليك يا ست. هعمل لك كوبايه شاي على الماشي. لا 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 شيء ايه؟ انا لسه شارب الشاي في البيت. طمنيني الاول. منى بنتك عامله ايه؟ كانت النهارده في النيابه. ما انا عرفت من الواد بلال. وايه اللي حصل؟ خير ان شاء الله. خدت 5 استمرار. ربنا يستر يا استاذ تمام.
لا حول ولا قوة إلا بالله، ربنا فك ديتها وديت الناس كلهم. امسكها يا مولانا. ايوه تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. دول اللي خرجوا من ولاد الحلال الجمعة اللي فاتت، هي حاجة بسيطة بس أهو نوايا تسند الزير. كتر ألف خيرك، أنا مش عارفة من غيرك كنا عملنا إيه؟ أنا ما عملتش حاجة يا ست، ده ربنا سبحانه وتعالى وولاد الحلال هم اللي بيعملوا. أنا بوصل الأمانة وبس وربنا يتقبل. يلا ربنا يتقبل. السلام عليكم يا أولاد، أشوفكم خير. ما يصحش لازم تشرب حاجة يا ست. هو أنا غريب؟ المهم تبلغي سلامنا لبنتنا منى. يوصل يا أخويا. خليها تشد حيلها كده. يقول لنا عمك تمام بيقول لك لو مظلومة ربنا هيفكها إن شاء الله. والله مظلومة يا مين بالله مظلومة يا أستاذ تمام. ربنا كبير هو اللي بينصف المظلومين. ربنا يديك الصحة يا رب. تسلم خطويك، تسلم خطويك يا أخويا. ربنا ما يحرمناش منك أبدا يا أخويا. والنبي ما انا عارفه انا هصلي في الحرم ازاي وانت كل يوم داخل لي وش الصبح من بره، ولا على بالك يا واد اللي انا فيه. اعمل ايه ياما؟ المصورات اللي كنت بقولك هنا والصور طلعت حلوه الحمد لله. الصور طلعت حلوه كسبت صلاه النبي. يعني يا اخويا لو كانت الصور طلعت وحشه مش هحج؟ ايه دي ياما لما نشوف هنعمل ايه؟ العمايل معروفه يا عين امك، زي ما جبت لي المصورات الاوضه صورني هتجيب لي بتوع الجوازات هنا هو يدوني الجواز، وبتوع البطاقه يدوني البطاقه. جوازات ايه؟ انا ما اعرفش بتوع الجوازات دول بيجوا البيوت ولا ما بيجوش. يا حبيبي ما دام بتدفع هيجوا. ايام ابوك الله يرحمه ما جبت لي هنا هو بتوع الشهر العقاري عشان نعمل اعلان الوراثه. حاضر يا امه هسال واشوف. يا واد انت بتتعصب عليا ليه كده؟ بتتغير كده ليه كل ما اجيب لك سيره الحج؟ خد بالك اوعى اغضب عليك. انا بقول لك اهو مش هسامح لا دنيا ولا اخره. حاضر يا اما حاضر حاضر. ايوه اتعصب يا اخويا وزعق قوي، ارفع لي الضغط اكتر ما هو مرفوع. لو على ايه؟ تصبح على خير يا امي. ايوه ادفن نفسك يا اخوي، ادفن نفسك في السرير علشان ما تسمعنيش. سيد حفظ يا ابني انا مسافر مش عايز يا ابني وانا في الغربه ابقى مكروب على امك واخواتك. اطمن يابا تروح وترجع بالسلام. السفريه دي جات لي بطلوع الروح وانا عجزت يا ابني، عايز القرشين اللي يطلعوا منها اسطر بيهم اخواتك. طب يابا ما تشوف لي اي شغل انا اي مصلحه اي حاجه بدل ما اتي هنا البلد متكسره. يا ده انا اتحايلت عليك بدل المره 100 وانت اللي كنت نافر مني، كان زمانك دلوقتي صاحب فرن قد الدنيا. يابا ده انت نفسك كرهت الشغلانه. انا ما كرهتش الشغلانه، انا بس اللي تعبت وصحتي ضعضعت مني، ايديا ما بقتش قادره تشيل العده. والله مالك عليا يمين لولا الشغلانه دي جات لي مشرف عمال والله ما كنت طلعتها. نجيب يادي الصواني خلصني. الشغل عم زايد. يلا وديه على الفرشة لغاية السريح ما يجي. طب اقول لك ايه، ما تخليش الواد ده يتأخر عليا، انا بتخنق من وقفة السوق. يا عم شيل وخلص، انت لسه برضه هتبقى نافر مني. يلا اهو اهو يلا يا حبيبي يلا، ده انا لسه موصيل.
الشاي يا دكتور كده يبقى 9 شاي. انت عندك وروح انت غرفه ستين خراره، انت هتعد علينا الدراخه. وكمان 9 شاي ده كلام برضو. انا عجزت يا تامر، تعبت وشقيت، وانت عارف ان طلباتكم كتيره ونهد كمان، يعني مش مخليه مخلص عليا اول باول، وانا كمان لازم اسد ومش عايز اقصر في حاجه. يا تامر يا حبيبي، ده كل اللي انا باخده ب50 مللي. بس بتاخد كل يوم يا بابا، وهو ده الخطر. الله يجبرك يا تامر يا اخي، ما تروح تشوف شغلك ولا تروح كليتك وتشوف انت عايز ايه؟ انت عايز مني ايه؟ حاضر. قال لي احنا ما اتجوزناش ليه لغايه دلوقتي؟ احنا رجاله خايبه قوي على فكره، مع ان النفر مننا ممكن يتجوز مرتين وثلاثه. صدقوا ان انا نسيت اتجوز بعد مراتي ما ماتت. انا ما اقدرش اتجوز على مراتي، كدب خيبه، كل يوم جايبه اجلي اول باول. انا سمعت ان هي جامده حبتين. يعني انت اللي حامي خلاطك قوي، ما انت متداول في البرشام عشان تسد. يا ريت نافع. ما تجوزتش انت ليه بقى يا سامع؟ ما مراتك ودعت هي كمان. اه والله صحيح، مع ان الواد كريم ما عندوش مال. صحيح يا بركه، انت ما اتجوزتش ليه؟ خايف منها. بتتكلم بجد؟ يا الله، اصلها لو عايشه كانت قتلتني عشان كده، يمكن ده اللي خلاني خايف مش عايز اتجوز دلوقتي. اعمل النسوان فار، كل واحده عايزه تتجوز واحد ويبقى بتاعها هي لوحدها. اه المساواه، البت زي الولد يا عم، ما تشرب يا عم وتخلص. احنا هنحكي في المحكي، احنا خلاص بقينا فيستن، ما ينفعش ضعاف لا نفتح بيت تاني ولا تالت. بس انت كفي الاولاني. اتكلم عن نفسك. ماشي. احنا مش ضعاف ولا حاجه، النسوان هي اللي بقت مفتريه. قال له لك العوانس كتير في البلد. الله، ما هم لازم يبقوا كتير، كل واحده متجوزه واحد ومحتكراه، مع ان الحكومه مانعه الاحتكار. انما لو سمحت بقى ان جوزها يتجوز واحده واثنين وثلاثه، مش هيبقى في عوانس في البلد. الله ينور عليك. الله يفكر. طب بس ازاي بقى نقدر نقنع الستات انهم يوافقوا على الحكايه دي؟ بالجزمه. بالجزمه عليا اليمين اللي انا متجوز. انا بابا ليه؟ ابعد، خش تعالى. يا عم تعالى تعالى الباب اهو، الباب اهو. اسمه ايه ده الواد اللي كان معاه؟ اسعد احمد يا باشا. اسمه ايه؟ اسعد احمد يا باشا. طب ما انت حافظ اهو، ما لبستها بالليل. ازيك يا ابو صلاح؟ ايه يا يوسف؟ ازيك يا عم محبوب؟ انت فين يا ابني؟ في المحكمه. ايه الاخبار؟ البنت منى خدت سنه. سنه؟ حمار، خدت سنه عشان نص فرش حشيش مقطع. خرجتي؟ ده مطعم شكله غالي قوي، بس شيك قوي، واحنا هناكل بشياكته. الله، ما تيجي نشوف لنا مطعم تاني يا حبيبتي. عطيه علشان خاطري، المكان ده حلو قوي ومش غالي. يعني ايه بكام يعني تقريبا كده؟ يا هيخش له في 400 500 جنيه بالكتير، ده غير السلطات وغير الحاجات الساقعه. يا حبيبتي تعالي نشوف لنا مطعم تاني عشان خاطري. يا عطيه، انا ليا ذكريات حلوه قوي هنا. ذكريات ايه بس يا حبيبتي اللي اتغرمنا المبلغ ده كله؟ الله، انت بتغير عليا يا عطعطي. طبعا يا حبيبتي بغير عليكي، وانا مستعد كمان اخد لك 50 60 صوره على الباب هنا، هقبل الموبايل بتاعي وتعلقين في اوضتك زي ما انت عايزه. اغفى عليك، اغفى عليك بجد يا عطيه. مستخسر فيه انك تعزمني على الغدا في المكان ده؟ لا يا حبيبتي مش مستخسر فيك ولا حاجه. خلاص يا حبيبتي اتفضلي، اتفضلي يا حبيبتي نعيش مع ذكرياتك شويه. هنعمل ايه حبيبي يا عطعطي؟ صادر ضدك بكافة طرق الطعن المقررة في القانون. الشاي يا حبيبي. مالك يا صلاح؟ في حاجة يا أمه؟ سرحان في إيه يا حبيبي؟ مش خلاص فوقت وبقيت زي الفل؟ كل ما أقرأ قانون أو مذكرة
ضميري بيأنبني، مش عارف اذاكر خالص. يا حبيبي ما هو مفيش حد بيفكر زيك كده. يا اما تسيب الشرطه دي بقى. ليه بتقولي كده؟ يا حبيبي الشرطه دي محتاجه ناس قلبها ميت علشان ما يندحكش عليها. مش كل واحد يعيط دمعتين يبقى غلبان وطيب. طب ما احنا بتنزل عسل بس بتقرص. البنت خدت السنه حبس، يعني خربت بيتها، موتت ابوها وحبستها وهي في رقبتها كوم لحم. قطيعه يوم ما اشتغلت امين شرطه كان يوم اسود. او في ناس كبار بيشغلوها، بيشغلوا اولاد وبنات، عيال مش فاهمه ولا عارفه حاجه. وبيعرفوا امتى؟ لما يتمسكوا ويتحبسوا، ساعتها ما بيشتغلوهاش تاني. خلاص لو تقدر تساعدها ساعتها اهي بقى لك الثواب. بقول لك ايه، قوم ريح نفسك بقى كده من المذاكره ونام لك شويه. معاك حق، انا عايز ارتاح. طب يا حبيبي تصبح على خير. امال الرز فين؟ هو بيعوم. الهنا والشفا. حطي لي شربة. حاضر. بعد ما تاكلي يا سناء ليه الملايات بتاعت اوضه النوم واغسليها على طول. حاضر. ما تلغي المشوار دوت عشان انا تعبانه النهارده. خليك انت وانا هروح. اي حد فينا يسافر. والله يبقى احسن برضه لان انا تعبان وعندي صداع ومحتاج انام ساعتين. كنت بقول لك ايه يا ست هاني؟ ده بعد اذنك يعني امشي النهارده بدري واجي لك من صباحيه ربنا الم لك كل اللي انت عايزه تغسليه بدري بدري كده. مش هيقعدوا في ايدك ساعه، اغسليهم وانزلي على طول. حاضر اللي تشوفيه. حبستك وحبستك وحبستك فلوس كتير. انا مش بتاعت حاجات دي. يا لهوي يا لهوي يا لهوي. مين؟ انا يا أمّا بتعملي إيه تحت السرير؟ بوضب الكركبة دي اللي تحت السرير. كركبة؟ آه. طب نامي يا أمّا الصباح رباح. آه ما أنا هنام. يووو نسيت أفوت على خالتك سعدية أديها العلاج حبيبتي يا أختي. لا يا أمّا ما تقلقيش، أنا فوت على خالتي إديتها البرشامة. بجد جدعة بدي فيك الخير. أعمل إيه؟ ما هو اتصلت ما بقيتيش مركزة. غير في الزبالة اللي بتلميها كل يوم من الشوارع. زبالتي دي هتمثلي يما. لو انتي مفكره ان انا مش اخده البالي ان انتي كل يوم بتدوري تلميلي زباله القطن من الشوارع وتيجي تدفيها لي هنا تحت السرير. بس ورحمه ابويا يما، ورحمه ابويا، ما انا نايمه على المراتب دي لما تتعمل. وطي صوتك. لا يما، ما هو هتكوني مفكره ان انا نايمه على وداني. اعمل ايه؟ اجيب لك منين حق القطن عشان اسطرك والمك؟ ايه المك دي يما؟ الهنا مبعتره. مش مبعتره، قاعده تحت الارض كل يوم والتاني ظبطاكي بتتودودي انت والاسم النبي حارسه. فيها ايه ياما؟ مش خطيبي؟ خطيبك وانا موافقه يستحمل مصروفنا. ادي الزباله اللي بلفها لك. خلاص ياما بقى. ادي الزباله اهي. خلاص ياما والنبي. اهي خلاص ياما. طيب وحسك عينك، حسك عينك اشوفك تاني مرة معايا على السلم ولا في الحارة، ورحمة أمي لقطع خبرك انت وهو. يما كل البنات بتجيب قطن نضيف. سمعناش يعني عن حد لم القطن من الشوارع عشان يعمل بيه مرتبة ولا مخدة. أنا عارفة ياما إن ظروفنا وحشة، بس أعمل إيه؟ نفسي ياما أنام على قطن ريحته حلو، مش ريحته قطط ولا كلاب. وبعدين يعني
هو انت فاكره ان انا مبسوطه قوي مش احتضنتك كل يوم في الشوارع وقعدتك في الارض وانت بتلمي لي القطن من الزباله؟ فين يا ام؟ نايمة معايا جوه، ليه يا ابني؟ نايمة ايه؟ ده لسه شايفة بتبص بالشباك. يا ابني يا حبيبي نايمة معايا جوه اهي تعالى شوف، احنا مش هنخلص من اللي في دماغك ده بقى. مساء الخير يا ام. مساء الخير. بقول لك ايه؟ في أكل عندك في المطبخ لو عايز تاكل. لا أنا أكلت سندوتشين كبدة بره. تصبح على خير. طب يا اخويا ربنا يقويك. شايفة عمايل ابنك؟ أنا مش فاهمة بيشك فيا ليه؟ هو أنا بعمل إيه أصلاً؟ معلش، مين اللي بيشوفه في الشغل؟ استحمليه. أستحمله؟ ده بيراقبني في البيت وفي الجامعة ومع أصحابي، في إيه؟ هو أنا عيلة عندي 10 سنين؟ يا بنت ده كل يوم والتاني يجي يحكي لي على بلاوي بيشوفها في القسم وكلهم يطلعوا بنات جامعة. ما هو يا واثق فيا يا مش واثق، وإذا ما كانش واثق المفروض بقى ما تعلمونيش وقعدوني في البيت. يا بنت اسكتي اسكتي ووطي صوتك شوية. ما هو خوفك ده ياما اللي مودينا في 60 داهية. أنت عايزة إيه؟ عايزاني يعني أملك أضربهولك قلمين عشان ترتاحي؟ اتهدي واسكتي بقى. لا أضرب أنا قلمين على وشي. تصبحي على خير. دي من أهله. زعلين امكم؟ لا والله. اسال ايه؟ بتقولي جالك يعني؟ اما هو بجح صحيح. لا وايه؟ جاب لي شويه كياس مشيته هو قفاه يقمر عيش. ما سجنني خلاص، عايز ايه تاني؟ يمكن ضميره قنبني. ضمير ايه يا ابو ضمير؟ هو ده عنده ضمير؟ قولي لي احسن عملت ايه في الاستئناف؟ ولا حاجه. رحت لصاحبتك مديحه تهربت مني. وخالك ايد ورا وايد قدام. وياما فاضل 15 يوم، انا خايفه الميعاد يفوتنا. انا اعمل ايه يا حبيبتي؟ قولي لي اعمله وانا اتصرف. اتصرفي، بيعي اي حاجه في البيت. ما انت عارفه كل حاجه يا منى، هو البيت فيه حاجه تتباع، ما انت راسيه على كل حاجه. كلمي الواد بلال. الواد جدع وهيساعدني لو هيقدر. بلال ايه بس؟ هو بلال هيعمل ايه؟ هو لو قدر هيعملها، ما قدرش خلاص ياما هقضيها هنا سنه ونخلص. النبي حرص وخالك بعت لنا امبارح 50 جنيه. قولي له يتقي الله، بنت اختك في السجن. اقول لمين؟ ده بلال احن منه عليكي. يلا المهم خدي بالك من نفسك. انا جايبه لك حته فرخه كده سخنه وشويه بطاطس بدمعه. اكلت ولا جعانين؟ يلا بسم الله كده. مش هوصيك يا اسري، الموضوع ده ما خرجش بيننا. عيب، ده انت اول مره توصلني في طلب. طول عمري انا اللي بقصدك. اسمها منى عباس احمد، موجوده في سجن القناطر. بكره هرفع الاستئناف، لسه عندنا وقت. انت شايف يعني ان في امل؟ على الله، بس الموضوع صعب. شوف لنا اي مخرج، ده انت ابو الاساتذه. هي فيها مخرج، لو تهمك قوي. ايه هو؟ هو تصايع يشيل القضيه. سهله دي. هات لي انت بس واد يقول انه بيحبها، وان هو اللي اداها الحشيش قبل ما يتقبض عليها، وانت تشهد انك شفته لحظه القبض على منى. طب سيبني لبكره وارد عليه. وانا مستنيك. تسلم ايدك. ما اعرفش انا بستريح عندكم في البيت ليه. ربنا يريح قلبك يا صلاح باشا. ما بلاش يا باشا دي. مش قلت لك 100 مره. يا ولية امي كل ما تشوفك داخل علينا تقوم خالع. بتفهم. الان ناصر. بقول لك ايه؟ اوعى تفتكرني كده ولا كده. كده ولا كده ايه؟
ده انا اكتر حاجه بتعجبني فيك انت بت دول ومفيش حد يعرف يهزك. ما انت مصحصح اهو. بص يا منى، انا عايزك تشوف ليك شغلانه، حاجه كده تاكلك عيش انت وامك واخواتك. نتاجر في البودره. انا بتكلم جد ما بهزرش. منى كمان بهزر. نشوف لك محل في الحاره. محل حلو كده، اول حاجه تتلمي فيه. الدكاكين في الحاره بقت غاليه. بكام يعني؟ 60 50. يا بت ايجار جديد 10 سنين ولا حاجه، ندفع لنا كام باكو كده؟ وكل شهر 200 300 جنيه وما تخافيش، طول ما انا موجود محدش يقدر يخرجك منه ابدا. وده هنبيع فيه ان شاء الله. اي حاجه، شرايط، افتحي بوتيك، بيع فيه دباديب، اي حاجه. انا بجد كده مش عارف ابص في عينك. ها؟ ليه؟ جمايل مغرقان. نستاهل كل خير يا ماما. والله. وانا ان شاء الله خلصت لك موضوع المحل ده في ظرف يومين. طب يلا قوم، انا هشوفك بكره صح؟ طب هعدي عليك. طب قوم يا راجل عندك شغل. احنا قاعدين شويه. قوم. مع ان والله الواحد ما بيزهق من القعده. يلا. مش عايزه حاجه؟ سلام. الله يسلمك. يلا بقى. تقطرني ولا ايه؟ لا سمح الله يا باشا، وانا اقدر اقطرك، حد برضه يقدر يقطر الحكومه، بس انت بالرجوله كلها تفهم في الاصول ولا مؤاخذه، يعني احنا رجاله زي بعض يعني. ولا ما تخليش اشوفك كتير، هحبسك. خطفتها من على طرف لسان يا باشا، على فكره انا ساكن هنا، ما تقعد تشرب شاي يا باشا. ما تقعد تشرب شاي. هيعجبك شاي تقيل. منى افتح. تعالوا اقعد يا بلال. مش عيب يا منى، مش عيب يا منى تقعدي انت والجدع ده لوحديك، وده حتى اخواتك مش موجودين. ده كلام. يخرب بيتك يا لا، يخرب بيتك، انت بتشك فيا؟ انا ما اقدرش اشك فيك يا منى. طب اقعد بقى اقعد. مش فاهم بس الناس هتقول ايه لما يلاقوك انت وهو قاعدين لوحدكم في شقه. ناس مين يا بلال؟ ناس مين؟ الناس دي كانت فين وانا مسجونه ومحدش سال فيا؟ أنا عارفة طبعًا إنك أنت راجل وبتخاف عليا، بس ما تنساش أنا بنت مين. الله يرحمه. الله يرحمه بقى. وبعدين الجدع غرضه شريف. جايبني شغلانة نظيفة آكل منها لقمة أنا وإخواتي، أقول له لأ؟ لا إذا كان كده تمام، بس خلي بالك من نفسك يا منى. ما تخافش عليا. هي الولية مراتك خلفت ولا لسه؟ لسه. ولولا إنها بنت حلال كان زماني متجوز عليها. طب ما توديها تكشف. الله يغلبني يا منى، بس ربك بقى لما يريد. استاذن انا احسن حد يقول ان انا قاعد معاك لوحدي. لا وانت جذاب. الله يبارك فيك. مبروك يا منى. الله يبارك فيك. اتفضل اقعد اتفضل. اسمع البركة. والله عملت الصح يا باشا. الف شكر. شكرا. شكله مقبل على البيت. اكيد مش جايب لها محل بحاله. هو اللي شاري المحل ده؟ حكومة وقادرة. بعد اذنك. بلال. محتاج اقول لك انا مش عايز قلق هنا. وربنا يا باشا ما هيحصل قلق خالص. انا ما كنتش عايز اجي معايا يا باشا. اشربوا الحاجه الساقعه واتكلوا على الله. شربناها. ايه رايك يا عم سعيد؟ حاجه حلوه قوي. اتفضل هنا مع الرجاله اشرب حاجه ساقعه. ماشي. اتفضل يا ست الكل.
تتجوزيني؟ تتجوزيني؟ ايه؟ عايز اتجوزك. النهارده الثانويه بتاعت ابوك يا منى. عارفه يا ام؟ عارفه. طب يا بنتي نجيب لنا كده دستتين كراسي ونعمل له عزا صغير. ده من يوم ما مات وحبت عيني ما خدناش العزا فيه. ما قلت لك مش هعمل عزا غير لما اعرف مين اللي قتل. يا اختي هو احنا في الصعيد هنا؟ بقول لك ايه بقى، قفلي على الموضوع ده. قفلنا. بقول لك ايه، صلاح جالي المحل النهارده ووشه مقلوب. قلت له ايه؟ زي ما قلت لي، راحت تقعد لها يومين عند خالها. اتجنن. خالها مين؟ ومن امتى طلع لها خال؟ وليه طول النهار قافله الموبايل بتاعها لما فرام لي نافوخي؟ انا عايزاه بقى يتجنن، عايزاه كده يقعد على نار عشان يعرف ان بنات الناس مش لعب. انا نازله افتح المحل يوم. محل ايه؟ يفرش شايفك هتقولي له ايه؟ عادي يعني، لسه راجع من عند خالي. فيها حاجه دي؟ يا اختي ده انت بنت محدش يقدرك. السلام عليكم. وعليكم السلام. جيب بدري يعني يا عبد الله. هروح فين يعني؟ هو السمكري ده ايه؟ مش ناوي يخلص التاكس بقى؟ بقى له يومين رائد عنده. ما يخلص وقت ما يخلص، ايه؟ محتاجة حاجة؟ محتاجة شغل يا عبد الله، هو أنت هتفضل قاعد في البيت كده؟ لا، أنا ما أحبش الراجل اللي يتمنى قاعد في البيت. في إيه يا بت؟ أجي بدري مش عاجب، أجي متأخر مش عاجب، في إيه؟ هخلص الأكل وأروح عند أمي. يا أمك؟ ساعة ما اتجوزنا وأنت قاعدة عند أمك، تقعدي هناك أكتر ما تقعدي في بيتك. أمي تعبانة يا عبد الله، أمي تعبانة عمرها ما قالت آه. وأنا مش عارف أعمل لها إيه. مالي اكتر من كده؟ انت اداك ليتك. انت بقى الموضوع ده مضايقك في ايه؟ لا مضايقني ولا حاجه. مراتي بتدي امها كليتها وامي بتحوش غلط، الدنيا ملخبطه. ايه امك بتحوش غلط دي يا عبد الله؟ يعني ايه؟ بقول لك يا صباح انا بخرف، سيبيني في حالي، انا مخنوق مخنوق. ايه؟ خلاص الاكل، خليني اغور من هنا. خلاص يابا ارتحت كده؟ ايوه ارتحت. طالما حمار ما بتفهمش يا واد. انا خدت الاوضه الكبيره علشان احنا ثلاثه، انا ومراتي والواد الصغير. انما انت حيالله، انت ومراتك يا سيدي اما تبقى تخلف يبقى تعالى خد الاوضه الكبيره. وبعدين ده بيتي انا حر فيه. ايه خلاص يلا الغاو كور. ما تزعلش يا بليل، أنا السبب. لولا إن أنا ما بخلفش ما كانش أكلمك كده. أنا أبويا كرهني في الخلفة من أصله. أنا أخلف عيل وأقعد أزهقه في عيشته ليه؟ وأجيب عيل فين والدنيا كل مدى ما بتضيق علينا؟ الحمد لله على كل حال. يعني إيه؟ مش زعلان يا أخويا؟ يا بت يا بت صلى على النبي. أزعل من إيه؟ ده بكرة هتروق وتحلى ديتها، بس الراجل ينجح في الانتخابات وهتشوف الفلوس بجد يا بنت. بقولك إيه؟ إيه؟ هو أنا يعني عايز أقولك حاجة كده، ما تيجي نجرب القطة دي. إشمعنى؟ أبويا خلف فيها، يمكن يحصل لنا نصيب. بعد إذنك يا معلم جرب، ممكن نعلق اليافطة دي. اليافطة دي بتاعت الحاج لطفي اللي مرشح نفسه؟ أيوة يا معلم. لا يا ابني ده راجل طيب. بص علاها هنا كده. اشكر يا معلم. خد يا ابني. مش كنا مستنيين صباح لما احنا هنتكفي على وشنا كده يا اختي؟ بنت دايخه معانا، ادي احنا بنتسند على بعض. الله يسلمك يا اختي. الله يا رب من عندك. ايه ده يما ده؟ اسندي عليا. حسبي يما، اسندي عليا. اسندي عليا يا خالتي. طيب يا اختي. ليه كده يما؟ ما استنيتونيش ليه كده؟ تخرجوا لوحديكوا؟ مش قادرين تمشوا؟ بديتي يا بت. بسم الله عليك. طب اسندي. لا عايز يجي كان جه من الصبح يا صباح. يا وليا. يا وليا بتسمع يا سالك اللي زي الفرقين ده حتى واحنا تعبانين.
خد ابنك يا صباح ودخليه. لا لا انا وصلت خلاص بيتها. روحي وصلي خالتك. طب ادخلك يما؟ لا اوعي يا بنت، انت عبيطه يا بنت، كل شويه اقول لك عليها يا بنت. يما انت قادره تمشي؟ ما تقدرش تطلع. حطك بقى. مالك يما؟ سلام يا اختي. مالك خلي بالك. سلامتك يا كل الناس تشوفنا. عارف اللي احنا فيه ده؟ يا بنت احنا متجوزين. متجوزين اه، بس ده بيني وبينك الناس ما تعرفش. ده لو الناس في الحته عرفت دول قطعوك. وهون عليك. امال ايه اللي مصبرني؟ انا نفسي كده تتنازل عن سمعتك زي ما انا متنازله عن سمعتي في الحاره. ومالها سمعتك؟ انت سمعتك زي الفل، حد يقدر يتكلم عليك نص كلمه؟ يا اخويا دي الحاره كلها بتتكلم. بتقول ان البت منى بتحب صلاح باشا، بس لك انت رايح جاي مش قاعد هنا فما تسمعش حاجه. انت بتحبيني بجد يا منى؟ طب ما تيجي اوريك الشقه الايجار الجديده اللي انا جايبها لك، شقه على نصيتين زي الفل. يا صلاح لو بتحبني بجد اعمل لي فرح، عرفني باهلك. وانا يعني مش زي بقيه البنات ما تعملليش فرح؟ ان شاء الله لما علق الدبور. يا اخويا لو انت امين شرطه مستعر مني، امال لما هتعلق الدبورة هتعمل فيا ايه؟ يا بنت خليكي مفتاحة، ساعتها مش هيبقى عليا تحريات من المباحث، محدش يعرف يعمل لي حاجة. صبرني يا رب. مش عارفة ليه مش مصدقاك. بكرة صدقني، انت عارفة قد ايه بحبك. ده انت تلاقيك مش قايل لأهلك انك انت تعرف بنت اسمها منى مش متجوزها. هعمل ايه؟ ما هو حظ اسود. على رأي امي المنحوس منحوس حتى لو على راسه فانوس. تعالى شيل معايا. يا بنت تعالى اوريك الشقه هتعجبك قوي. لما تعرفني على امك واختك صفاء الاول. صفاء؟ مش اعرفك ليه اخت اسمها صفاء؟ قريت اسمها على المحمول. وتفتش في المحمول بتاعي ليه؟ وانت ما كنتش ناوي تعرفني عليهم ولا ايه؟ طب اقفل على الموضوع ده انا ماشي. طب تعالى شيل معايا. مش عايز يعرفني على اخته. بلاش اتعرف عليها انا وانا صغير. انت بتعيطي ليش؟ حاسه بالذنب. انت مراتي يا صفاء اصلا الاول اصلا. صفاء الجواز العرفي ده زي اي جواز رسمي يعني. امال ليه حاسه ان انا خايفه؟ ليه حاسه ان انا بسرق؟ ليه بنتقابل من ورا الناس؟ ليه امي واخويا ما يعرفوش؟ ليه يا خالد؟ عشان المجتمع اللي احنا فيه عايز كده يا صفاء. مجتمع فاشل في انه يحقق ابسط حقوق. مجتمع حرمنا من كل حاجة، حرمنا نتجوز بحجة الشقة اللي مش موجودة، وحرمنا من الحب عشان خايف علينا نغلط يا صفاء. أنا مش عايزة أسمع أي خطب يا خالد، أنا عايزة أحل المشكلة اللي أنا فيها. نفسي أمي تاخدني في حضنها وتقولي مبروك. نفسي أخويا يعرف. نفسي اخلف يا خالد، مش خايفه اني اخلف. ابوس ايدك شوف لي حل المشكله. طب اهدي بس يا صفاء، اهدي، انت مش مظبوطه دلوقتي، اهدي ونتكلم بعدين. لا بعدين ولا قبلين، انا ماشيه. شفت الخيبه اللي انا فيها؟ اتجوزك وسايبك وماشي. ايه النمرة دي؟ الو الو
أنا اسمي منى، زي ما تقولي كده يعني خطيبة أخوكي. إيه؟ هو صلاح طبعاً هيقول لكم على الموضوع، بس تلاقيه مأجلها شوية لحد ما ياخد الشهادة. أنا قلت يعني إحنا بنات زي بعض وأكيد هنفهم بعض. طبعاً أكيد. أخيراً صلاح عرف واحدة. بجد أنا مش قادرة أقولك أنا قد إيه مبسوطة. بس بقولك إيه، أنا لازم أشوفك. لا لا طبعاً ما تخافيش، مش ممكن يعرف. بكرة لو عايزة. ماشي، سلام. طب ولو عرف إنك كلمتيها؟ ما يعرف. هو فاكر يعني جوازنا كده هيفضل سكتي؟ يا ضنايا الراجل شريكي ما تضيعهوش من ايديكي. مش هيضيع يا اختي، اطمني اطمني، ده لابدلي. ده انت في حياتك ما عملت الحركات دي مع راجل، مش عاجب المره دي، ايه اللي حصل لك؟ والنبي يا اما سيبيني سيبيني كده العب اللعبه دي على رواق. والنبي يا اخ شوف لي كده صلاح سعيد نجح. ايوه نجح وجاب جيد كمان. متاكد؟ ايوه نجح. رد بقى، ده انا عايزه افرحك. هو ما ترد. ايوه ايوه، مين يا اللي بتخبط؟ مين؟ صلاح. ايه صلاح؟ ايه يا صلاح، ما انت معاك المفتاح يا حبيبي. معايا المفتاح بس مفيش مزاج افتح، لازم كل البيت يصحى. انا نجحت يا امه، نجحت يا ام صلاح. نجحت يا اخويا. يا حبيبي. انا صلاح بيه يا بنت، يعني تقف انتباه وتديني تحيه من النار. تمام يا حضره الضابط. يا بنت كريم يا رب، الله تصبر خير يا رب. تقدير جاي مش زي ناس. قصدك ايه يعني؟ كل ده عشان جايبه التقدير الشعبي؟ انا النهارده ملك ايديكم، اطلبوا اللي انتوا عايزينه، اكل شرب لبس مصيف، اطلبوا. ان شاء الله يخليك لينا يا حبيبي. بقول لك ايه، عايزك بقى تفكر في الجواز عشان تبقى الفرحه فرحتين. ان شاء الله يا رب، بس لما ابقى نقيب بتعيلي انت. ربنا يخليك ليا يا رب. قولوا لي بقى عايزين ايه قبل ما ارجع في كلامي. انا عايزه 1000 جنيه. 1000 جنيه؟ ماشي، النهارده تكون عندي. وانت يا حبيبي. وانا يا حبيبي عايزه اشوفك كده لابس البدله الميره علشان املى عيني منك يا ضناي. ان شاء الله يا رب. الو. ايوه صفاء. ايوه يا منى، ازيك؟ صلاح نجح. عرفنا ان هو نجح، لسه مبلغنا حالا. هو لسه جاي. وبعدين يعني مش هنقضيها تليفونات كده، خلينا نشوف بعض. ايه ده، معقوله النهارده؟ يا اختي مش معقول. ليه؟ مش هبقى مرات اخوكي يعني؟ سلام لحضره الضابط. مع السلامه، باي باي. صفاء. الله، شكلي حلو في البدله؟ طبعا زي القمر، احلى ضابط في الدنيا. الله يخليكي. ايه ده، طب هتقلعها ليه؟ ما ينفعش البسها دلوقتي، هلبسها ساعه التخرج. طبعا انا معزومه. اول واحده انت وماما طبعا. طب مش هتعزم حد تاني؟ طبعا هعزم كل اصحابي في الاسم، كلهم جايين. لا انا مش قصدي اصحابك في الاسم. خد علقه دي جوه. حاضر. انا مش قصدي اصحابك في الاسم. امال مين؟ يعني حد يهمك. زي مين يعني؟ قولي لي اكون ناسي حد. هي واحده. واحده؟ خالتي هدى؟ هعزمها طبعا. لا خالتك هدى ايه؟ انا بتكلم عن منى. منى مين؟ منى خطيبتك يا صلاح اللي انت مخبي علينا. ايه صلاح، مالك في ايه؟ انا كنت فاكرك هتفرح. انت تعرفيها منين وقابلتيها فين؟ ولا حاجه، هي كلمتني في التليفون وانا نزلت قابلتها. وانا طردور في البيت؟ تخرجي من غير اذني؟ تروحي تقابلي واحده ثوابي من غير ما تقولي لي؟ ثوابي دي بتقول انها خطيبتك. كدابه، دي بنت ربط. انا كنت تصعب عليا يعني بعطف عليها؟ دي بنت تاجر المخدرات اللي انا موتته. يا نهار اسود، طب انا اعرف منين؟ عشان حماره وغبيه، عشان لما واحده تكلمك المفروض تيجي تتصل بيا وتقولي لي ايه اللي حصل. انا اخطب واحده زي دي؟ ما شفتيش منظرها؟ لبسها؟ انا شايفاها كويسه قوي. وانا بقى هوريها وهوريك انت كمان. ولما تيجي امك عايزه اعرف ازاي انت خرجت من غير اذن. ايه يا منى؟ انت نسيتي نفسك يا بت؟ عايزاني ارجعك السجن تاني؟ في ايه يا صلاح؟ مالك؟ مش بقولك نسيتي نفسك؟ اسم صلاح باشا. مالك ومال اختي؟ بتلف عليها ليه؟ انت فاكره لما تعملي كده هعرفك على امي واختي ولا هدخلك بيتنا؟ دي يبقى بتحلمي لما تشوفي حلمت ودنك. ولا تكوني فاكره لما بطلع اقعد معاك شويه في البيت؟ بتطلع عندي تقعد في البيت والورقه اللي بيننا. الورقه دي بقى تبليها وتشربي ميتها.
ايه الام واختي يا منى؟ ابعدي عن طريقهم، هفعصك يا منى زي الصرصار تحت جزمتي. مش كفايه ان انا فاتح لك محل ولميتك من الشارع بتصرفي انت وامك واخواتك منه؟ ما تحمدي ربنا بقى. لا يا اخويا ما تزعلش نفسك، المحل بتاعك اهو والبضاعه بلحها. صاحب المحل اظن عارف مكانه فين، ابقى اطلع له وقطع العقد، اصله بيخاف منك يا حضره الضابط. شغل الرقص ده ما يتعملش معانا يا بت. لمسح بكرامتك الحاره، انت والمحل وصاحب المحل تولعوا بجاز وسخ. اللخت يا منى. الو مين؟ ايوه يا باشا بتاع الحكومه، روح شارع العرايس نمره 40 شقه 5 وشوف الانسه اختك بتعمل ايه. انت مين يا بنت؟ الو اما يا اخويا في ايه؟ مالك؟ صفاء فين؟ ايه صفاء بقت عند خالتها؟ مش هناك البنت، مش هناك وتليفونها مقفول. صفاء فين؟ انا عارفه بقى حين بقى المكان زمانها جاي. فضلت تدلع عليها لغايه ما طلعتيها. طيب يا امي يا ولد صلاح، ولا هي صلاح فيها يا صلاح؟ يا حبيبتي يا بنتي، يا بنتي يا بنتي. انت صفاء فين؟ انت صلاح صلاح تشمتي؟ تقتلي القتيل وتمشي في جنازته؟ ما انت قتلت ابويا ومشيت في جنازته، هي اختك احسن من ابويا؟ انت تعملي فيا انا كده؟ اشرب يا صلاح وبكيف. ابوك كان عايز يقتلني، ضرب عليا نار. المسدس كان صوت. ما ايش عرفني؟ انا قتلته وهو بيصلي؟ ابوك كان تاجر مخدرات وانت اكتر واحد عارفه. انا كنت بقضي واجبي. وانا كمان كنت بقضي واجبي. اختك فرع مايل في عيلتك. ما اقولكش هسيبك مغفل. انت ازاي كنت قادره تقولي بحبك؟ ايه دي بقى الحاجه الوحيده اللي عمري ما تحبت عليك فيها. كنت بحبك، بس لما عرفت انك انت اللي قتلت ابويا قطمتها. ربنا ينتقم منك. ربنا ينتقم منك. انت ضيعتيني. انت اللي ضيعتني. انت عايزه مني ايه دلوقتي؟ جاي اتفرج عليا وحبل المشنقه حول رقبتي؟ عايزه مني ايه؟ جاي اتفرج على اللي يتم اخواتي ورمل امي وحرمني من احلى حاجه في الدنيا. عارف هي ايه؟ ابويا. عارفه انا نفسي فيها يا منى؟ اشرب من دمك. بالحق يا صلاح، البدله لايقه عليك. هي صح من غير دبوره بس حلوه. مبروك. سلام. قول يا معلم، نص ال 50 جنيه دلوقتي، والنص ده لما تيجي تنتخب بكره، بس هتنتخب لطف. خدك من حمزه ده خالص، وانت شرط. خد يا سيدي امسك اديله اي خدمه. ماشي تمام بكره تيجي تاخد النص الثاني على طول. ماشي ايه ده؟ خلاص ايه ده؟ ايه ده؟ خلاص يا كابتن. اسمع انت، هو اسمع يالا، مش الرئيس تيجي بكره طبعا خيط وحش ولا تادر بلعك قلبك. حاضر يا باشا. يلا رجاله يلا.